للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة جميلة سلمان، رئيس عام الخدمات الطبية للأقسام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. بعد التحية دكتورة، طبعا ما مدى اليوم الاهتمام بأخذ تطعيم الفئة العمرية ما بين 3 إلى 11 سنة بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا؟ مساء الخير جميعا. طبعا بالنسبة إلى تطعيم هذه الفئة العمرية بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا فهو جدا جدا مهم. طبعا أثبتت الدراسات العلمية والمعلومات الموجودة عندنا في مملكة البحرين على مستوى العالم أهمية أخذ هذه التطعيمات، درجة فعاليتها ومأموميتها. فالدراسات طبعا أثبتت والمعلومات الموجودة أن هي راح ترفع من استجابة الجسم والجهاز المناعي في حالة الإصابة بفيروس كورونا، مما يساعد في تقليل المضاعفات لا سمح الله الوفيات. وطبعا الجزء الأكبر والمهم أيضا أنه بعد الإصابة لا سمح الله بفيروس كورونا يقلل أخذ التطعيم من المضاعفات التي صاحب الإصابة والتي ممكن تستمر إلى بعد الإصابة بمدة 6 أشهر إلى سنة. فهذه الفئة العمرية جدا مهمة خصوصا في ارتفاع عدد الإصابات في بعض دول العالم في هذه الفئة العمرية حتى يتسنى لها طبعا الحصول على درجة المناعة الكافية للتقليل من المضاعفات من هذا المرض. نعم دكتورة جميلة، يعني اليوم في ظل كما ذكرتي بارتفاع يعني الإصابة بين هذه الفئة تحديدا، ما هي النصيحة التي تقدمينها لأولياء الأمور عبر شاشة تلفزيون البحرين؟ طبعا احس الى ان اولياء الامور الاقبال على التطعيم لهذه الفئه العمريه وخصوصا الحمد لله طبعا بسبب ارتفاع نسبه التطعيمات في مملكه البحرين، بدانا بالعوده الى المدارس وبالحضور الفعلي للمدارس، فمهم جدا ان نعطي هذه الفئه العمريه الحمايه اللازمه للاستمرار بالحاله الموجودين فيها الان وبالحضور للمدارس ورفع درجة المناعة واللي بتكون أفضل من إصابة الجسم بالفيروس والحصول على المضاعفات بعده. نعم الدكتورة جميلة السلمان، رئيس عام الخدمات الطبية للأقسام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.